وعملا صالحا وعملا صالحا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كما تقبلت من الأنبياء والشهداء والصالحين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك منك رضاك اللهم أغننا عمن سواك ربنا تقبل منا بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وبحرمة رضاء سيرة نساء العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد واله واصحابه وال بيته واوليائه وعلينا وعلى اجمعين.